لا يكاد يخلو عدد من أعداد صحيفة الشرق اليومية إلا ويذكر فيه خبر أو تقرير أو مقالة عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد كانت الشرق تنشر أخباراً عن تجاوزات منسوبي الهيئة وردود أفعال الناس تجاهها. هذه الأخبار دعت هيئة الأمر بالمعروف لطرد مراسلي صحيفة الشرق من مؤتمراتها وفعالياتها، وقدمت الهيئة آنذاك شكواً لوزير الإعلام عبد العزيز خوجة عن أخبار الصحيفة، وصفة إياها بالأخبار غير المهنية. ولهذا السبب أنا أرى أنه لا حاجة لجهاز هيئة الأمر بالمعروف مطلقاً، وأنه ممكن تحويله إلى شرطة آداب تابعة لوزارة الداخلية. استمرت الشرق أو استمر جنال غامدي بمعادات أو مواجهة التيار الديني إن صح التعبير، لكن كنت في الشرق مركز على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما في أحد مستهدف، هو اللي مستهدف الفكر، يعني الفكر اللي متغلغل في البلد ورموزه اللي يعني يخدعون العامة ويخدعون أولاد الصغار باسم الدين، هذا هو المستهدف. ليس المستهدف لا هيئة الأمر المعروف ولا أي جهة أخرى بذاتها، يعني في حد ذاتها، لكن لأنه يمكن الهيئة أحداثها كثيرة، يعني في فترة الفترات كان ما يمر يوم إلا لهم حادث حادثين، هذا يطردون اللي انقلب، هذا يعني مشاكل بانتظام. عشان كذا واحنا يعني كصحيفة نغطي الأحداث هذه. لن يأتي أي مسؤول في الدنيا كلها ويطلب من الإعلام أنه يرفع سقفه ما لم الإعلام نفسه يرفع سقفه، فهذه مسؤولية الصحافة نفسها. أنا كنت أقول للزملاء أنه أنت في فرق بين اللي يجف قبل إشارة المرور بمئة متر وبين اللي يوقف الحمراء وبين اللي يوقف جنب الإشارة هناك ويعمل تاتش معها. فالموضوع ليس مطلوب إنك تخترق الإشارة الحمراء، لا، مطلوب إنك بس ما توقف هنا في نص الشارع، قرب عندها.